انا ميرا عمري 13. لافا عمرها 12. لما 10. نرجس 9. هن البنات الاربع لبهاء وغنيه، اربع بنات تيتموا وانسلخوا عن خيون الي. الظروف المعيشيه الصعبه اجبرت بهاء وغنيه انه يرسلوا اولادهم الى الميتم وابقاء الابن الاصغر الي في المنزل. صار لهم سنه وشهرين ثلاث اشهر لما كنت قاعده بغرفه وما قادرين ياكلوا ويشربوا ويناموا، حطيتهم من الخوف. مجتمع ما بيرحم. كنت قاعدة بأوضة بالنبع تحت، صور إنه كل ما يطلعوا البنات يسمعوهم مكلم. أكتر وقت لما كنا قاعدين بالنبع كان أبشع وقت، يمكن إنه وقتها كنا نطلع مثلا قطع الكهرباء. أرسلوا الأولاد إلى ميتم عاهد البيصار، وهناك كان لهم فرصة يدخلوا إلى المدرسة، متأخرين بدراستهم ولكن اليوم هناك مستقبل عم ينرسم لهالفتيات. نحن سنتين ما رحنا على المدرسة والمدير سقطنا سنتين. شهد لبنان بالفترة الأخيرة ظاهرة جديدة، أطفال الطبقة الوسطى أصبحوا بالمياتم. اليوم عم نلاحظ مع تشعب الأزمة المعقدة اللي عم نعيشها اليوم بالمجتمع اللبناني، عم نلاحظ انه في ازدياد لطلبات الاطفال يلي هن اهلهم على قيد الحياه ولكن عجزوا عن تامين متطلبات حياتهم. بعد ما تآكلت القدره الشرائيه لدى المواطنين اللبنانيين، فقدت معظم العائلات قدرتهم على تحمل عبء تربيه اولادهم وانعدم حال الكثيرين. فزاد الطلب على المؤسسات الخيريه والمياتم لاعاله هالاطفال، فتيتموا قسرا وانحرموا من حضن العائله. الى اي متى سنستمر باحتضان هالأطفال؟ لأنه بالنهاية نحن كجمعية عهد البيصار وكغيرنا من الجمعيات عندنا قدرة استيعابية معينة. يعني أنا من فترة في ست اجت لعنا قالت لي يا بتاخذي الأولاد مني هلأ يا أما أنا الليلة مستعدة أني أقتلهم وأقتل حالي. يعني لو حالتنا منيح ما بخلي أولادي يبعدوا عني، ما بخليهم، ما بتقلي كل شهر بتنقلوا من بيت لبيت. ليه؟ إلى متى رح نضل نسمع بقصص أولاد تيتمت؟ إلى متى الحمل رح يبقى على أكتاف الأيادي البيضاء؟ متى رح تستيقظ الدولة وتحرص على مواطنيها؟